ولفتح ملف مشروع ميناء الفاو الكبير وتأخر تنفيذه والأسباب التي تقف وراء ذلك، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية علي الصاحب. أهلا ومرحبا بك أستاذ علي. أهلا ومرحبا، حياك الله. أستاذ علي، مشروع ميناء الفاو الكبير من المشروعات الكبيرة التي تم وقفها من غير سبب مفهوم بداية، ما أهمية هذا المشروع إلى الاقتصاد العراقي؟ نعم، تحية مسائية لك ولجمهورك الكريم وللعراقيين جميعا. يعني في البداية أحب أقدم فتشي عن ميناء الفاو، مركزه، مكانته. طبعا ميناء الفاو يقع في شبه جزيرة الفاو جنوب البصرة. نعم. مساحته بحدود 54 كيلو متر. نعم. طاقته الإنتاجية بحدود 99 مليون طن، وهو من أكبر الموانئ المطلة على الخليج العربي، ويعد عاشر الموانئ العالمية، إضافة إلى ست موانئ أخرى: خور الزبير، خور العمية، ميناء أبو فلوس، ميناء البصرة. كل هذه الموانئ هي كانت الرئة التي يتنفس بها العراق على العالم. نعم. ولكن أهمها كان ميناء الفاو باعتباره هو أكبر الموانئ، وممكن أن يكون استثماره أو إحيائه من جديد واقع خير على العراقيين، إذا ما عرفنا بأنه مطل على الخليج العربي وأنه يتحمل رسو السفن الكبيرة والعملاقة. وبالمناسبة هو حتى تكلفة إنشائه أو ترميمه أو إعادة بنائه لا تكلف أكثر من 5 مليار دولار، يعني بصراحة مبلغ بسيط قياسا للمبالغ المسروقه والمنهوبه من العراق. ولكن مع ذلك هو طرح للاستثمار في عام 2006، ولحد هذه اللحظه لم يتم انشاءه ولا العمل به. طيب. نعم. بالتوازي مع مشروع ميناء الفاو الكبير، كان هنالك مشروع خادم له من المقرر ان ينشا خط لسكه الحديد. لماذا توقف هذا المشروع ايضا رغم اهميته في مجال النقل وليس النفط والتجاره فقط؟ يعني بصراحة سيدي العزيز، لا أحد ينكر أو لا أحد على غيبي من علم أنه أمريكا لا تريد للصين أن يكون لها موطئ قدم في العراق. وهذه الشركات الصينية التي جاءت بعدما تعثرت شركة دايو الكورية، والتي ربما الكل عرف بأنها تعرض مديرها إلى ما يدعون بأنها عملية انتحار، وهي بالحقيقة واضحة يعني عملية قتل. هذول الكوريين متمسكين بالحياة، ما يعرفون موضوع الانتحار. وعلى العموم توقفت الشركة الكورية وأهمل المشروع بالكامل. كان من المفترض أن تكون هناك خط سكك حديدية ربط بين العراق، يكون العراق ممرا لأوروبا. ولكن الكل يعلم بأن هناك أجندات داخلية وخارجية لا تريد للعراق أن يكون من ضمن الدول المتقدمة، من ضمن البلدان المتطورة. هناك عملية ممنهجة ضد هذا البلد من الداخل ومن الخارج. الخارج يسعى وأذنابهم من الداخل يسعون أيضا لهدم البنى التحتية، فلذلك أيضا ركن هذا المشروع وأصبح في طي النسيان. نعم. أهالي البصرة طالبوا منذ فترة بالوقوف على أسباب تعطل مشروع ميناء الفاو الكبير، ما الدور الذي تلعبه الشخصيات المتنفذة أولا وعلى حد وصف الأهالي في تعطيل المشروع، لا سيما وأن هناك من بين العاملين في المشروع من جرى تهديدهم على يد ميليشيات؟ يعني بكل تأكيد عائدات ميناء الفاو هي مو فقط تعود بالفضل أو تعود للدولة، هناك ربما طاقات تشغيلية لأهالي البصرة الذين يعيشون الأمرين. يعني البصرة من المدن العراقية المبتلية بجور السلاطين أو جور السياسيين إن صح التعبير، باعتبارها أصبحت تشبه كالجمل الذي يحمل التمر ويأكل العاقول. العاقول هذا نوع من الأشواك تزرعه يعني نبات طبيعي. نعم. لذلك أهالي البصرة يطالبون بتشغيل هذا المشروع الحيوي، الذي اولا هو راح يكون مكان لتشغيل العماله العراقيه، ابناء البصره الذين يعانون الفقر، وهم من اغلى المناطق ليسوا في العراق بل في العالم كله لما تحت اراضيهم من نفط ومن خيرات. لكن هم يعلمون ايضا والكل يعلم بان هناك اجندات سياسيه تعمل على عدم تحريك او عدم تشغيل هذا
يعني حقيقة أنا أعتبر الرئة الحقيقية للعراق، نعم باعتبار أن هناك ميناء آخر في الجهة الثانية في جهة الكويت، ميناء مبارك أيضا منافس شديد لهذا الميناء، ولكن الطاقة الاستيعابية وربما الحجم الكبير لميناء الفاو قد يلفت انتباه كل الدول، فبالتالي الكل يعرفون سواء كانوا من أهالي البصرة أو أهالي بغداد أو أهالي العراق ككل من يقف وراء إيقاف هذا المشروع الحيوي ومن يسعى إلى عدم تنفيذه. ولا زلنا من 2006 ولحد هذه اللحظة لم تقدم إلا مشاريع أو خطوات هزيلة لهذا المشروع الضخم. أنت أشرت إلى المكاسب الخارجية، بالنسبة إلى الشخصيات في الداخل ما هي المكاسب التي تجنيه تلك الشخصيات من تعطيل إكمال مشروع كبير مثل المشروع ميناء الفاو الكبير، ولصالح من يلعبون هذا الدور؟ نعم، يعني أنا قلت لك في حديث في بداية الحديث بأن الأجندات التي تضغط من الداخل وربما الولاءات للأسف الشديد كثير في المنظومة السياسية، من هو ولاءه للخارج لا يتمتع بذرة وطنية، لذلك هو يحقق ما يؤمر به من الخارج، يسعى إلى إيقاف هذا المشروع، لأن هذا المشروع لو كتبت له الحياة لتغير الواقع الاقتصادي للعراق، وربما أصبح العراق ممرا لأوروبا لا سيما وأن حتى الشركات الصينية التي جاءت بعد توقف شركة دايو الكورية وقدمت عروضها وعطائها من إعادة إنشاء هذا الميناء من جديد، وربما حتى هي في وقتها لم تطالب بأموال مباشرة بل حاولت أخذ المبالغ من عائداته، يعني بعائداته ندفع تكاليفه، نفهم من ولكن هذا الكلام هذا أنه الأمر لا توجد هنالك منفعة شخصية بل هي منفعة لأجندات خارجية فقط. نعم، هي المنفعة الداخل الشخصية دويشي وراح يعود بالخير إلى العراقيين، بس لأنه أكو أجندات تسعى لإرضاء أسيادها من الخارج بقى هذا المشروع كي نائما في أورقة وزارة النقل. وللعلم حتى أمريكا بصراحة لا تريد لهذا الميناء أن يعاد بنائه لسببين، أولا لأن الصين تعتبر دولة عدوة، ولأن إعادة بنائه معناه انفتاح العراق على العالم، وهي تسعى لأن يكون العراق تحت سيطرتها بل ربما حتى تحت انتدابها. نعم، رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية الأستاذ علي الصاحب، كنت معنا في بانوراما الرافدين، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.